بدت الهدنة في الأرياف الشمالية لمحافظة لحج مخترقة من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، والتي كثفت من هجماتها العسكرية على مواقع الجيش الوطني وقرى المدنيين في كرش وطور الباحة والقبيطة. كرش كان لها النصيب الأكبر من القصف الذي استهدف منطقتي الجريبة وسوق كرش بقذائف الهاون، بالإضافة إلى قنص أحد جنود الجيش الوطني في جبهة كرش. الميليشيا الإنقلابية لم تخترق الهدنة بقذائفها فحسب، بل إن منطقة البيضاء شمال مديرية طور الباحة تعرضت هي الأخرى لقصف بصاروخ كاتيوشا سقط قرب مسجد في المنطقة دون وقوع ضحايا. وبين هاونات الموت في عزلة كرش وكاتيوشا الانقلاب في مديرية طور الباحة، تحظر الأسلحة المتوسطة والتي تخترق من خلالها الميليشيا الهدنة في مديرية القبيطة، مستهدفة مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبل الحمام ونجد ثوجان جنوب المديرية.